قتل النبي يحيى عليه السلام بفتوى أفتى بها، فكان بفلسطين، وكان في عندهم ملك متزوج امرأة زادت بالعمر، وكان عندها بنت ما هيش من صلبه، فاستشار مستشاري لحتى يفتوله أنه بصير يتزوج منها، إلا النبي يحيى قال له ما بصير تتزوج فيها، فهي لا تحل لك، لحتى هالمرأة تزين ابنتها وتجملها وتعطرها وتدخلها على الملك وهو سكران فيقع بها، فكان مهر هالبنت هو رأس النبي يحيى ويكون على طبق من ذهب أو فضة، فقام بقطع رأس النبي يحيى وهو عم بيصلي وجابوا لها إياه، وكان الرأس مفتح عيونه وعم بزف دم، وكان لسانه عم ينطق هي لا تحل لك هي لا تحل لك، لحتى بنفس اليوم المرأة تطلع على سطح القصر وتقع من على السطح وتيجي بين كلاب مسعورة، حتى إنه قيل إنهم أكلوها الكلاب وهي عم تنظر إلهم، وآخر ما أكلوا منها هو عيونها. قتل 100,000 شخص برأس نبي. لما بني إسرائيل قتلوا النبي يحيى عليه السلام ودفنوا رأسه، كان الرأس عم بنزف دم، فكان يوصل هالدم لوجه الأرض، فأمر الملك إنهم يزيدوا الدم مكان هالقبر، فكانوا كل ما يزيدوا تراب كان الدم يطفو كمان على وجه التراب، حتى إنه قيل وصل التراب على ارتفاع سور القلعة، لحتى الله تعالى صلت عليهم ملك من ملوك الشام وكان مقتاد بني إسرائيل، فلما شاف هالدم عم يغلي على وجه الأرض أجبرهم أنهم يتكلموا عن سبب هالدم، فخبروه أن المدفون هو رأس نبي ما عصى الله قد قتلوه بمهر امرأة، فأمر الملك بقتلهم حتى يهدأ الدم، حتى أنه قيل قتل منهم 100,000 شخص لحتى هدأ الدم. بتعرف انه في احد الانبياء قتلوه قومه بالمنشار. بعد ما اجتمع بني اسرائيل على مقتل يحيى عليه السلام اجتمعوا لحتى يقتلوا ابو زكريا، فعلم سيدنا زكريا بهالخبر فخرج هارب منهم، فلما صار سيدنا زكريا بين الاشجار انفتحت احداهن لحتى يدخل سيدنا زكريا عليه، فكان هون دور الشيطان، حيث انه اخرج القليل من رداء سيدنا زكريا لحتى يشوفوه بني اسرائيل، فقال لهم الشيطان انه احرقوا بي الشجره، وكان معهم المنشار فاختاروا انهم يقطعوا الشجره بسيدنا زكريا، فلما بلشوا يقصوا بالشجره وصل القص لعن سيدنا زكريا، صار سيدنا زكريا يئن، فأوحى الله تعالى له يا زكريا إن لم يهدأ أنينك لأقلب الأرض بمن عليها، فهدأ سيدنا زكريا على رغم الألم الشديد اللي كان فيه، خشيت أنه يهلك قومه. تعرف انه في احد الانبياء انقبضت روحه بالسماء الرابعه، النبي ادريس لما بعث لحتى يزيد ايمان الناس بالله تعالى، فكان له بكل يوم مثل حسنات اهل الارض جميع، فبيوم من الايام التقى بملك وقال له انه بس تلتقي بملك الموت خبره انه يتاخر بقبض روحي، فقال له ليش ما تطلع انت وتخبره، فصعد هالملك هو سيدنا ادريس للسماء الاولى لحتى وصلوا للسماء الرابعه لحتى يلاقوا بهالسماء ملك الموت، فقال هالملك لملك الموت انه اجى ادريس لحتى يطلب منك انك تتاخر بقبض روحه، فقال سبحان الله لقد أمرت أن أقبض روحه بالسماء الرابعة، وكنت مستغرب أنه شلون بدي أقبض روحه بالسماء الرابعة وهو بالأرض، فقام الملك الموت بقبض روحه بالسماء الرابعة ودفن بالسماء الرابعة. بتعرف انه في احد الانبياء مات ودفن بالسماء، سيدنا ادريس عليه السلام لما طلع على السماء لحتى يقول لملك الموت انه يزيد بعمره، على الرغم من انه ملك الموت كان مأمور انه يقبض روح سيدنا ادريس بالسماء الرابعة فقبض روحه، ولما طلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحلة الاسراء فلقى سيدنا ادريس فسلم عليه وقال له اهلا بالنبي الصالح والاخي الصالح، فكان سيدنا ادريس مات بالسماء ودفن فيها.